دعاء، صباح الخير عليك ويوم جميل على كل مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة البلد الفضائية. نحن في الشارع العام بنستطلع برضو كمان آراء المواطنين وآراء الشارع عن المواصلات، هل بقت تعرفتها بالكيلو أو هتبقى بعد أيام تعرفتها بالكيلو؟ هل هنشوف إنه ممكن يكون مجرد اقتراح من الغرفة بتاعة النقل، ولا ممكن يكون حاجة وتطبق على أرض الواقع؟ نشوف آراء الناس شنو في إنه المواصلات تبقى بالكيلو، والكيلو يبدأ داخل العاصمة ب 25 جنيه. ومعانا أول ضيف في المساحة دي، مرحبا بك. السلام والرحمة، معاك إبراهيم مصطفى أبو بكر موسى من أبناء بورسودان. نعم. والله يعني المواصلات بالكيلو ما سمحة، ما حتكون سمحة، لأنه هسا هم ذاته حاليا مجزعين المواصلات، يعني أطرف شيء خط السلمة، يجوا من العربي بدل يشحنوا السلمة طوالي بيقوموا يشحنوا للعربي للصينية، من الصينية لجامعة إفريقيا، من جامعة إفريقيا للسلمة، كذلك خط مايو، كل الخطوط اتجزعت. مفروض الحتة دي يكون في نغابة، والنغابة يكون مسؤول منها الحكومة أو المرور يكونوا في الحتة دي، لكن هسا خلينا المواصلات دي شغالين على كيفهم. عشان كده هسا الركشات بيقوا مضايقين الحافلات بالطرحة، يعني بيقوا يشتغلوا طرحات يريحوا المواطن أكتر من الحافلة. تصل سريع ثلاثة نفر تصل مرتاح أفضل من الحافلة، يعني مفروض الناس النغامة الناس النغابة يشوفوا الحتة دي. والله يعني الكلام ده ما صح، ما من صالح المواطن. تفتكر المواطن ممكن يعمل شنو عشان يضع حد للحاجة دي؟ لأنه في ناس كثيرين أكيد غيرك أنت بكونوا شايفين الحاجة دي ما مناسبة بالنسبة لهم، لكن لو مشينا الكفة الثانية بنلقى ناس إنه الحاجة دي ممكن تكون مناسبة لهم. في رأيك أنت ممكن يكون الحد هنا ممكن يكون وين؟ والله المواطنين بس يقاطوا الحافلات ما يركبوا المواصلات، بعد كده النغابة تتدخل، الحكومة تتدخل، بيسهلوا للمواطن. يعني أنا كان فترة كده حمدتي دعم المواصلات بحافلات وباصات ريح المواطنين، وفجأة كده الحتة دي وقفت، ما عارف انها وقفت ليه. ان شاء الله ربنا يصلح الحال، والفترة الجاية المواصلات تكون في افضل، يعني ان شاء الله. والله نتمنى الفترة الجاية تكون افضل والناس تعيش عيشة حنية وسعيدة. والله العظيم تسلمي، يديك العافية. ان شاء الله الحال ينصلح والحال يمشي للافضل، وكل زول اللي عايز يركب مواصلات يركب مواصلات، واللي عايز يركب ركشه يركب ركشه، مع سعر الوقود مع سعر المواصلات لو كانت بالكيلو او كانت تعرفتها تعرفت مثلا. بنفسي كلام اخونا ده، بانه هي المواصلات دي بالكيلو ما من صالح المواطن، بانه بيتضرر منها المواطن اكثر واكثر. وحتى ولو كانت الركشات مواصلات الجريف، يعني ممكن يكونوا ماشيين من الجريف للمشتل طرحة ينزل يقول لك لا ده نشحن الخرطوم، الخرطوم برضو للعربي، بينه على سنه يقدر يستفيد من الوقود بتاعه ده، فهمهم كده في المواصله، لكن برضو ما من صالح المواطن. ده الكلام كله الحاصل. في رايك ممكن المواطن يعمل شنو؟ والله المواطن بس يقاطع المواصلات، يقاطع ناس الحافلات، يقاطع، بانه في بعض المرات بتحصل مشاكل، بتحصل حاجات زي دي في المواصلات هذا. نعم. ده الفهم بتاعنا. الله يكرم تسلم. والله يا اخي هي فكره جميله، لكن بلدنا دي لسه عليها شويه، لانه في حاجات كثيره مفترض تلقى حتى ممكن تلقى المزاله دي. نعم. هاي الفكرة. طيب انت شفت انها جميلة، قلت جميلة بناء على شنو؟ ممكن تكون يعني بناء على شنو؟ طبعا بناء على الدولة، لانه الدولة لسه في حاجات كثيرة ناقصة فيها، الطرق وفي حاجات كثيرة، يعني حتى النقلية ذاته تعبانة يعني للمواطن يعني. هاي ان شاء الله. مرحبا بك. عليك السلام ورحمة الله والحمد لله. السلام. نتعرف عليك. الاسم حسن عيسى حسين النور. نعم. رأيك شنو في المواصلات اللي بقت أو هتبقى تعرفتها بالكيلو؟ هو قرار طالع من غرفة النقل؟ نعم. والله يا اخي هو القرار ده يعني من ناحيه يعني كويسه، ومن ناحيه ما تمام. يعني هي نمسكها من ناحيه انه مثلا انا راكب من مثلا من اول المحطه لاخر المحطه دي مثلا بالكيلو كعبه معينه، اما اذا انا راكب من النص من النص واصل حته ثانيه دي انا كويسه معي. اي لكن انا يعني كراي شخصي كده انا شايف انه التعريفه بس تكون ثابته. هاي قصه الكيلو والحكايه دي ما بنفهم فيها حاجه. يعني انا راكب من النص ما بفهم ان انا راكب من كيلو، ولا يجيبوا لي شاشه بتاعت عدال قدامي ده شيء ثاني. اي فهذا راي شخصي يعني. وتسلموا كثير ويديكم العافيه وكتر خيركم وقناه البلد، وتسلموا كثير ان شاء الله، وان شاء الله دائما تكونوا في المواضيع الحساسه زي دي يعني. فيا ريت غرفه المواصلات
تراجع الحته دي عشان المواطن ذاته يكون له ولايه ولقدام السي اعتبار اسبوعين الطلبه مقبلين على المدارس وحته زي دي يكون في معاناه في المواصلات والناس لها ظروف يعني وهذا كله اللي بيحصل ان شاء الله. تسلم كثير الله. شكرا لك. الله يخليك. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، دي كانت محطتنا من الشارع العام واخذنا فيها اراء مختلفه انه المواصلات مجرد اقتراح ولا حاجه ممكن تتطبق على ارض الواقع. الكيلو داخل العاصمه 25 جنيه. من الشارع العام محطتنا معاكم انتهت، لكن هنرجع لدعاء داخل قناه البلد الفضائيه ونواصل ما تبقى من اراء عبر الهاتف.